أهلا وسهلا. كل لعبة بالبيت كتاب، كتاب من القلب، من الفكر، من الجسد، من الروح، من هالإنسان. شو ما تطلع بالبيت هيدا كتاب وهيدي قصة وحكاية. هاي شمعة عم بتدوب كرمالك وكرمالي، لونها كيف معمولة، جيب 10 يتطلعوا فيها وكل واحد يقول شو شايف، وما حدا شايف مثل التاني. بس سألتها للشمعة ما بتجاوب، وإذا حكيت كلامها مش مثل كلامنا. وانت فيك تحكيها وفيها ترقص وتغني وعم تتناغم مع الهوى، وبتتناغم مع العتمة، وبتتناغم بأفكارك. معك بترقص انت وياها بالنوايا. هيدي الساعة اللي تحتها هيك كانت الساعة. ليش بدي يكون عندي ساعة؟ دي عندي وقت. الوقت بيهذبني، بيعلمني بالأول حتى هيك اتعلق واتنظم، حط لي نظام، بصير يقول لي انتبه. كيف في مواسم وهيك فيكي موسم؟ ها وقت الترويقة، وقت الغداء، وقت العشاء، إلا أن تصير في تناغم وتعرفي ما بتاكلي إلا بس تجوعي، وبتنامي بس تنعسي، بترتاحي بس تتعبي. التعب بيريحك والنعس بنيمك والجوع بطعميك، بس أنت حي بهالوجود، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام ولا بتنعس. هيدي روح من الله، الروح الإلهية، لا بتخلق ولا بتموت، اكزيستنس، وجود أبعد من حدود الكلام. بتعرفها وبتعيشها بس ما فيك تحكيها. كل اللي عم تحكيه ناقص، مثل اللي بيحكي عن الخيال، بس تشوف الحقيقة بتموت فيها، ما فيك تحكيها. وهيك طبيعتنا نحن، الإنسان الطبيعي، هيك كل الطبيعة. الفراشة بتعيش 24 ساعة بتضل مبسوطة، عارفة حالها بدها تموت، بتعرف إنه بترجع بتخلق، بتشوف تراست، بس ثقة كاملة، ثقة عمياء بهالوجود. هيك كل الحيوانات وكل الطبيعة، وكل ما وقعت بذرة بتصير شجرة. شو هالكرم، شو هالبنك الإلهي الطبيعي، بذرة بتخضر العالم، حبة قمح، ألف سنبلة وسنبلة، حبة قمح تعملك فلاح مكفي سلطان مختلف. شو اللي وصلنا مطرح ما وصلنا من قايين وهابيل لليوم؟ الأمراض عم بتزيد، الأدوية، الأطباء، الكذب والنفاق، الحرب، الدمار باسم المسيح وباسم محمد والإسلام. 90% اغتصبنا هالحرام، أمنا الأرض تنقتل اللي فوقها. الحرام بيروحوا صاحبه والحلال بيروح. شو بدنا؟ ليش هالشمعة عم بتدوب كرمالك وكرمالي ومبسوطة وعم ترقص؟ عملنا وقت ونظمنا، لازم يكون في ساعة. وقت اللي قال له أرحنا يا بلال، حط على الساعة الكونية، الظهر هون يعني عشرة، هون يعني هونيك، يعني على مدار ال 24 ساعة بلال بصمت العارفين عم بيريحك، مش على العيبة، بالصمت. مشان هيك بس ترك الحبيب اجى على بلاد الشام، بعدين اجى لعنده وقال له اشتاق لك الحسن والحسين، ورجع وبس أذن الظهر طلعوا الناس قالوا في شيء شو عم بيصير، هزت الأكوان بصوته لبلاد. صمته أقوى من صوته، هو صمت العارفين. كلنا عنا هالطاقة، كلنا عنا هالقوة. الأحب هي سر كبير، هي سر الثالوثية،
مستحيل، لا بسمع ولا بقشر ولا بحكي. شو ما شفت الحقيقة ما فيك تقولها وما فيك تسمعها وما فيك تحكيها وما فيك تشاركها. إذا هالسعيدين فهموا بتصير وحدك أيها الحق، لم تترك لي صديق مثلهم. شو ما حكوك؟ شكرا شكرا. إذا خاطبك الجاهلون شكرا. نعم ننتبه، في سر فينا كلنا، السر الأكبر 99% فيك وفيك. طفل وقت الولد راح المدرسة وجاء قال له يا بي جبت حد المية، قال له شو جبت؟ قال له جبت 99 حد المية. قال له حد اتبسط؟ قال له لا جبت صفرين. نحن عنا 99 بس المية ما حدا بيقولها، ما حدا بيسمعها، ما حدا بيقشعها، بس موجودة. هي الوجود اللي ما له حدود، هي المدد والأبد والصمد والسند، هي اللي عايشة كل محمد وكل أحمد وكل مريم وخديجة وفاطمة وزينب وإبراهيم ورابعة والحلاج وبودا وكريشنا. حتى بالإنسان شو عم نعمل؟ إنسان، قرآن، فرقان، عدنان، رحمن، كلنا عيال الله، كلنا ذو الجلالة والإكرام، كلنا عائلة ملكية، أمراء، ملوك. صرنا عبيد، كلنا عباد، صرنا عبيد، عبيد الدرهم والدولار والدينار، عبيد هالورقة، هالرق ورق. ورقة الشجر أحلى من ورقة البشر. اعقل يا أخوتي، نعقل ونتوكل ونتواصل ونتواكل على بعضنا، مش ناكل بعضنا. ويوم من الأيام، مش على أيام أيامك، بيصير في جماعة. وإذا ما صار، هيدي أول جماعة، إيدي مع إيدي، إيدي مع إجري، كلهم مع بعضهم بيتناغموا بيتطاوعوا بيناموا بيقوموا. سر كبير العلم ما في عفوه، العلم بيحلل وبيحرم، بس الحقيقة أبعد من حدود العلم.